واو، تبدوان رائعتين، تتقنان فن التقاط السيلفي بالطبع. لحظات، تبدو شفتاي مملتين جدا مقارنة بشفتيك، هذا ظلم. أترين؟ شفتا بيلا تبدو ممتلئتين ورائعتين، أما شفتاي فتبدوان حزينتين. نعم، هنا أيضا. ماذا عسى أن أقول؟ لدي شفاه جميلة، أعتقد أنها وراثة. رفقا بنفسك يا لانا، فشفتاك لن تنتفخ بمجرد سحبهما، لكن ربما هناك شيء يمكنني فعله. ماذا؟ إلى أين ستذهبين؟ حسنا، يجب أن يكون هناك شيء لمساعدتي في نفخ شفتي. أتساءل إن كان هذا الإناء الصغير سيساعدني. لا أحد هنا، سأجربه. على رسلك، لا تشفطي بقوة. كلا، لست كايلي جينر بعد. أوف، لابد أن هناك شيء آخر يمكنني فعله. أعتقد أن هذه المكنسة العملاقة يمكنها أداء المهمة. أوه، أليس هذا الشفط قاسيا على شفتيك الحساستين؟ واو، هذا شيء قوي. أوف، هل تتألمين؟ تبدو شفتيك محمرتين. حسنا، كانت غلطة. لانا، ما الذي فعلته لوجهك؟ لا أريد التحدث عنه، إنه يؤلمني كثيراً. من المؤسف أنه ليس موسم الهالوين، فيمكنك أن تصبحي مهرجة. كان يمكنك طلب استعارة محدد الشفاه مني، يعزز مظهر شفتيك وغير مؤلم. ابدأي بوضع المحدد حيث يلتقي جلدك مع الشفة مباشرة، ثم أحضري ملمع شفاه ملون وضعيه بدءاً من حواف شفتيك هكذا. لا تنسي الشفة العليا. الآن أحضري قلم تحديد أبيض وحددي بلطف الحافة الوسطى لشفتك العليا، ثم أضيفي القليل منه على الحافة الوسطى لشفتك السفلى. رائع جداً. أترين؟ تبدو شفتا لانا مذهلة. هذه الحيلة أسهل بكثيراً من شفط جرة فارغة. لنجرب أخذ صور سيلفي أخرى. نعم، إنها أفضل بكثير. بالنسبة لبعض الفتيات، فإن القليل من اللمعان جميل من وقت لآخر، لكن لبعض الفتيات مثل لانا، كلما زاد الجليتر كان ذلك أفضل. واو، انظري إلى ذلك. لانا، لست متأكدة أن فرشاة المكياج تستخدم في صنع الحرف اليدوية. لا فائدة، هذه الفتاة تحت تأثير تعويذة الجليتر. مرحبا لانا، كيف الحال؟ كما ترين، أضيف لمعانا إلى بعض أغراضي. كلا، هذه ليست لك. بالطبع، إنها فرشاتي. كلا، لقد اشتريتها الأسبوع الماضي، إنها جديدة وغالية. كيف يمكنني إزالة كل هذا الطلاء والجليتر؟ ادعي أن تعمل طريقة تنظيف هذه، وإلا فإنك مدينة لي بفرشاة جديدة. يا إلهي، لا داعي لأن تكوني قاسية معي هكذا. هل تحتاجين إلى تنظيف فرشاة المكياج جيداً؟ ضعي بعض صابون اليدين على قطعة ليجو مسطحة هكذا. بعد ذلك، أمسكي الفرشاة باليد الأخرى وافركيها في النتوءات الصغيرة. يا، انظري إلى كل هذه الأوساخ، وجميعها تخرج من الفرشاة. لا تنسي شطف الفرشاة جيداً أثناء ذلك. ستعرفين أنك انتهيت عندما يخرج الماء صافياً من الفرشاة. حسناً لانا، لدي خبر سار. بفضل هذا الشيء، فإن الفرشاة نظيفة. عظيم، هل يمكنني استعادتها؟ جوابي هو لا. يا إلهي، سأحرص على عدم لمس أغراضها، باستثناء حقيبة المكياج هذه، سرقتها من غرفتها مبكراً. حسناً، لنرى ما لدينا هنا. فزت باليانصيب، هناك 10 فرش هنا. لنبدأ مهرجان الجليتر. حسناً، هناك أمر واحد مؤكد، لا أريد أن أكون حاضرة عندما تكتشف بيلا ذلك. يوم آخر وحصة دراسية أخرى. هل أنا محقة؟ هل أتوهم أم أن هذين الحقيبتين متطابقتان تماماً؟ أوه، لم أكن سأشتريها لو علمت أن شخصاً آخراً في المدرسة سيختارها أيضاً. حقيبة ظهر غبية. لابد أن هاتين الفتاتين تتسوقان من نفس محل القرطاسية أيضاً. يقال إن التقليد أعلى درجات الإطراء. ألم تلاحظي أني قصصت الشعر مثل شعرك تماماً؟ طفح الكيل، لن أتحمل هذا.
قد لا أتمكن من شراء حقيبة ظهر جديدة، لكن يمكنني تغيير شعري على الأقل لهذا اليوم. اربطي شعرك في ذيل حصان، ثم خذي خصلا صغيرة ولفيها حول مكواة تجعيد. انتظري لعشر ثوان تقريبا، وفي وقت قصير ستحصلين على خصل مموجة رائعة. ما رأيك بهذا التغيير السريع؟ تبدين مذهلة ومختلفة تماما عن مظهرك السابق يا لانا. حسنا، لنحاول من جديد. واو، يبدو شعرك رائعا. كيف فعلت ذلك بسرعة؟ كما تعلمين، خصلة من هنا وخصلة من هنا. تعرف كل فتاة ذاتية أن التغيير السريع للشعر قد يجعلك تشعرين كامرأة جديدة تماما. محاولة اختيار زيك كل يوم قد تبدو مهمة مستحيلة. قد تكون لديك الكثير من الخيارات، ولكن هذا لا يسهل الأمور. ربما هناك المزيد من الملابس في هذه الأدراج. للأسف، لا أريد ارتداء أي منها. أوه، أعتقد أني رأيت شيئاً أريد ارتداءه. مهلاً، لماذا لا ينفتح هذا الشيء؟ أوف، أدراج آيكيا غبية. هيا، أخرج من هناك. نعم، إنه قادم. لقد أحببتك من اللحظة التي رأيتك فيها أيتها السترة الذهبية. لماذا تصميمها فضفاض؟ ربما كان يجب علي أن أجربها قبل شرائها. أعتقد أني لن أستخدم يدي اليوم، لكن قررت أخيراً ما سأرتديه. لا أريد أن أغير لبسي. يا إلهي، لقد خطرت لي فكرة عبقرية. ما عليك سوى وضع ربطة شعرك حول كمك الطويل على المعصم هكذا. حالما تنتهين من ذلك، اسحب الكم للأسفل قليلاً وغطي الربطة بالكم الزائد. وفي وقت قصير ستحصلين على أكمام مقصرة دون أي أطراف بشعة. وإن أضفت حزاماً جميلاً فستحصلين على زي رائع. لكن لماذا التوقف هنا؟ يمكنك استخدام نفس الخدعة على المعاطف مثل هذا المعطف. لن تضطري أبداً إلى المعاناة مع تلك الأكمام الكبيرة البشعة. وبفضل هذه الخدعة ستحصلين على مظهر مذهل. عندما يتعلق الأمر بأفخم النوادي الليلية، يجب أن ترتدي ملابساً أنيقة حتى يسمح لك بدخولها. وفيكي اجتازت الاختبار بسهولة. في المقابل تواجه بيلا صعوبة في الدخول. ملابسك عادية جداً لدخول هذا المكان الراقي. دعني أدخل أرجوك، كل أصدقائي هناك. يا إلهي، حارس الأمن هذا قاسٍ. لا تبكي يا بيلا، ربما يمكنك العودة إلى المنزل وتبديل ملابسك. مهلاً، كان الحل يجلس على رأسي طوال الوقت. لهذه الحيلة ستحتاجين إلى حمالة صدر بلا أشرطة وبنطال جينز. أحضري العصابة، اثنيها إلى نصفين واربطيها حول محيط الخصرة. اسحبي الزاوية المتدلية للأعلى ودسيها تحت عقد في رقبتك. لتثبيتها في مكانها، ضعي بروش أو مشبكاً مزخرفاً فوقها. أوه، هذا خيار رائع. واو، تبدو بيلا شخصاً مختلفاً تماماً. الآن ادخلي ذلك النادي يا فتاة. أوه، هل هذه نجمة سينمائية؟ سيدتي، تفضلي من هنا مباشرة. الآن هذا أفضل. حسناً، كان ذلك غداءً لذيذاً. ولا تقلقي يا بيلا، هذه المرة علي. الجو بارد جداً اليوم، لذلك من الأفضل أن ترتدي سترتك وتغلقي سحابها بإحكام. لكن ماذا لو قرر السحاب في سترتك عدم العمل؟ ماذا؟ أوه، هذه مشكلة. كيف يمكنني إصلاح هذا الشيء في سترتي؟ لا تعبثي يا بيلا، صدقي أو لا تصدقي، يمكن لشوكة حل هذه المشكلة. هل أنت مستعدة لتعلم الطريقة؟ اغرسي قطعة السحاب على الحافتين في منتصف الشوكة. وضعي كلا جانبي السحاب في قطعة السحاب واسحبيهما للأسفل. لقد نجحتِ. اعتقدت أني سأضطر للعيش مع ذلك للأبد. واو، تبدين كموديل يا لالي، لكن القليل من الكونتور سيبرز ملامحك كثيراً. للأسف لا تستطيع هذه الفرشاة السميكة رسم خطوط رفيعة. صحيح، هذه الفرشاة منفوشة جداً ولا تصلح للكونتور. ربما ستعمل فرشاتي الوردية بشكل أفضل. أو لا تزال سميكة جداً. حسناً، ربما ستقوم هذه الفرشاة الأصغر بالمهمة. أوف، لا تزال كبيرة جداً للكونتور. لا تغضبي يا لالي، دعيني أريك حيلة صغيرة. لديك دبوس شعر كهذا حولك، خذي واحدة من الفرش الكبيرة وافرديها بأصابعك.
ثم ثبتيها بدبوس الشعر. حالما تضعين الدبوس الأول، أحضري دبوس شعر ثاني وثبتيه بحيث يصبح الدبوسان متقاطعين هكذا. يجب أن يبدوان مثل حرف X تقريباً. لماذا تشترين فرشاة كونتور عندما يكون بإمكانك صنع واحدة بنفسك؟ هل تتساءلين عما إن كانت ستعمل بالفعل؟ ها هو البرهان أمامك عزيزتي. واو، لقد أحدثت الفرشاة فرقاً كبيراً، صحيح؟ عندما يتعلق الأمر بحيل كهذا، كل ما تحتاجين إليه بعض الخيال والقليل من الذوق البناتي.